وعربا جودهان إن أنا مهد عليو سراكيشة سراك الحيانة ألف ليدي دبل ليدي عيدن كحوجة تلك الصومالية قيبة هذا كله دوانا رنتي أو رنتي هالكل كهل كان كدا عيي أم ببرش كهل كان كسعودي قيب كأها وحن لا يا رنتي آد يا آد أيادو مهد سنتين رنتي واحد جودتين واجبات عنو قاد نقرن كيرنا عنو قاد نومد ديرنا عنو قشان ندرس كأن ما أنت كجرنو أنا دارنا حقيقة تنكا waxaan dhigi karaa runtii guula gaaray tan ugu ma horeeyso tan ugu ma dambay doonto idinka ilaahay waxaan rabnaa in ay hore u sii socoto la dagaalanka iyo dabargooynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagu la tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan ahayn ma jiraan option kale iyo choice kale hadii aan u hayno waa u keenin lahayn لكن أقلية دودي أيا أنت أصلاً قطعي ومدة صومالياتنا طبعاً ما أنت كتب سيمة دول صارنا كران وحلالة يوحي وجيسة كران وبني آدم إنه سمع أنه بناني ويجيسة إنه مدة صوماليات تين نقول هذي جودة هذي نقول هذا شرف جودة يعيس جودة هذي نقول هذي نفط جودة يا مال جودة وح أيوة حرين ومدة صوماليات ما جفته والله ساعتان رنتي مدحوينه يا وزير يا جودهان مامولك قيمها بدن وقفل بمنصب كذا طبعا نكون حسايو حقيقه تنكا عيدن كحوغه تلك الصوماليات ان مدان من كان ارغغ حسدها هول غلا يو كولا جري سنده او غدنبيي ديغانه بدن ددك وها لا يابا اني فيريان الا انت لخوري لكن وحي سن ولي ددك الصوماليات اي سفيرين عدوغا سنده او غدنبيي ما غاري سيرها جار انتي لا اكاي مده لبا سنه الا سدح سنه اهي ان سو دافني الشباب غوب ايين كو دغالمين اي غول كلا نوقدين ما جيرتو وها هدان الهي ما هديسه ان ما انت ددك سوماليات اي غر واقصدين او اي فهمين وحلا سي فير سكر اني سنه هدي اني نفكوبت بادي او انو مال كوبت بادي او شرف اي عسي اني كوبت بادي او وح كو دورسنو اي سن جيرين ما بقرا كرا واحد ضدك سوماليات وقت كان إني كسو قرت ما بهم لكن إلهي بام هذا إسكاله ده ما نقول شيء سوماليات هي ما ملا ده دولة قبل هذه ده رنتي إن أي مانتي طبعا نقول شيء دي يقارن كي دولة دي لحبر ده ما إن نقول شيء يو أنك لهارن دين عكس تي تاي أي كجو أنت هاي إني ما كان الله تعالى ما طبعا عيدك حق تلك سوماليات وحوسي ودي الدنيا در درجلين تي حوجين تي أو الله داس وحنا الله سبحانه وتعالى أنا حريستي سيجنا أكبر يا جودهان سراكيشة هي سراك الحجينا ذي ألف ليدي دبل ليدي رنتي كوشه ذي هو الجلادة كله دونا يدلك كسعودي أنت أي كجيران أنت كده وعن تين وحن لنا إلهي عاف ما تصيو ماشى عن طبعا هذا البطن وما بهنا جست كليه وحن كوسو كوبا يا دمان إن الله لي أنت كقريب هذا توقف والبكال أنت أي كله هذي ديجان كان إن هذا مان تيسقوني ماذا أدي أدي يقوم هتسيه عن طبعا ربا إن وقام هاد علي سراكيشة سراك الحجينا ذا طبعا جوله ay ka keenen dagaalka nimanka argagixisada lagu la jiray halkaan ciidan badan aan fadhiya waxa ciidan runtii xusid mudan waxa halkaan la jooga magaalada muqdisho ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan roos mareeb ka soo baxno aan sanad qanni mid ama halkaan inay nala fadhiyaan oo maleeyna saraakiisha tabcan konfoy gas waday saraakiil iyo saraakiil xigeeno aad u qiimo badan oo magaalada muqdisho ayaguna ka soo kaxeeyay gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabad ku soo maray waxaan umalayna waqti u dambaysay inaysan dhaweyn ya waqti u dambaysay inaysan dhaweyn aan fila kaliya intaas ma ahan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ayadoo dhamaan wadooyinka ay furmaan oo dadka Soomaaliyeed si nabada oo aan cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aan oo cabsi la'aan oo walwal la'aan ay wadooyinka soo mari doonaan hadii Ilaahay yiraahdo wadadan hadda weyn isku xirta meesha la yiraahdo caasimada galmudug oo Soomaareeb iyo magaalada Beledweyne waxaan ognahay بالكهر سيدا أي هذا هي ما أنت سيدا أيتها إذن كإلهي وحن رجينا نفس كاس يو محوا هاي إشي نرورة داس إن أي جارتو لمان بلشادة صومالية دورن ونقاقو أنت طبعا ونسيحو جدونا مرحلا بعض وحن كسو قبا قبينا يهون وقم هاد عدنا يا دمان saraakiisha saraakiil xigaanada qiimaha badan iyo askarta alif leedee dableeyda runtii qaybta weyn ay howlgalkan ka qaateen
waxaan isleeyahay madaxweynaha state-ka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo dhammaan maamulka waxaan rabaa marka madaxweynaha iyo gobernatooraha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkaa nala jooga waxaan codsana dadka soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyeysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waardiyeysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taalla haddana muwaadinku sharafkiisa inuu ilaaliyo oo ka qayb qaata laftarkeeda amnigiisii wax saaran waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo ka mida ka socota deegaanadaanna taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaasoo kale uu yimaado.